سنتكلم عن كلمة بين. نعم. الآن أنا أنيس أقف بين صديقي بدر. صح. وصديقتي هالة. صح. صح. الآن نعم. نغير. ماذا؟ أين أقف؟ هنا؟ أنت تقف هنا. عظيم. حسنا. والآن؟ والآن من بيننا؟ من بيني وبينك؟ أنت بجانبي. أنا بجانبي. صحيح. نعم. أنت أين؟ تقف بجانبك. أيوة. صح. ولكن لكن هالة تقف بين أنيس وبدر. بدر. والآن لنغير. أنا أقف هنا. حسنا. جيد. والآن من يقف بيننا؟ أنت تقف بجانبي بدر. صح. بدر بجانبي. هل هذا يعني من بيننا؟ هو أنا. بدر. من بينكما؟ بدر بين أنيس وهالة. صح. صح.